الراديو النهارده هو يعتبر نجوم الشباب مش اخبار. ما تقولش دلوقتي ما تتكلمش، مش اخبار طبعا. هو صوته يعني بيعجبني انا، في بحث ما بيغنيش حاجه اللي هو اي كلام. ربنا يخليك، انا سعيد اني موجود معاك والله. قول لي بقى سمس، احنا دايما في كل البرامج بيقول لك بدايتك كان، انا عندي اقول لك نهايتك ايه دلوقتي؟ الجديد. الجديد الجديد ان انا موجود معاك ان شاء الله حبيبي. دي حاجه حبيبي يا سمس، سعدني جدا. يخليك. اسمح لي احيي كل مستمعيك واقول لهم انا سعيد اني موجود مع حضراتكم. يا رب يبارك لك. شكرا. خيمه يا اسطى. اتفضل. شكلك ابن ناس مدير والله. ربنا يكرمك. هم ولاد الناس بيبانوا. الله يعزك. صباح الفل. تسلم، كتر خيرك حبيبي. انت لسه تعبان ولا ايه؟ قفز بدوخه كده بس. مع السلامه. بطني. مالك يا حسن؟ في ايه؟ بطني بتتقطع يا جمال. خير؟ في ايه يا رجاله؟ شكله تعبان شويه. عايز ترجع ولا ايه؟ اقف يا اسطى. حاضر. ثواني. خلاص احنا سكاكين يا جمال. لا ما تخافش. مش قادر. اقف يا اسطى. الله يبارك لك. في ايه يا جماعه؟ انزل اقبل العربيه. سمعت قال لك ايه؟ انزل بدل ما احطها لك في قلبك. طب يا جماعه بالراحه. حاضر نازل اهو. بالراحه كده. بالراحه. حاضر. عايزك بقى قبل ما تنزل تطلع كل اللي في جيبك. انا عايزك خفيف زي العصفور. ايوه يا دنجس. يا انجي يلا البس. يا حلوه الكوبايه دي. اهو ده بايظ. يلا اثبت. يا ده انا خايف عليك لا تتعور. يلا مدينة نديم. إبراهيم أتواتشاي. المفروض اللي هيحصل بقى. اللي يحصل في إيه؟ العربية. أديك بلغت بالمحضر، ولو في أي جديد هنبعت لك. محمد بيه هنا موجود؟ مريح جوه شوية. طب يعني ممكن تلاقوها إن شاء الله؟ ممكن. وممكن. يعني جايز ياخدوها يفتتوها 100 حته ويبيعوها. المهم انك اتصرفت صح. يغور التاكس يا راجل، يغور. المهم انك سليم ولا ايه؟ طبعا. سلام. يا حاج بطاقتك. اهلا وسهلا. مصر الجديدة، عمارة المنصورة، عمارتنا. عشت هنا سنين طفولتي الحلوة اللي ما فيهاش أي هموم ولا خوف من بكرة.
يا الدنيا. تصبحي على خير. وانت منك؟ طمنيني عليك. هكلمك. اوكي. نادين، ازيك يا نساء؟ ايه؟ الحمد لله كويس. ايه ده انت قاعد كده ليه؟ هو انت جاي تاخد الايجار بدري ولا ايه؟ ايجار؟ هو ده ايجار برضه؟ اه. طب ما تفضل تشرب حاجه. لا كتر خير، كنت معدي بس كده اشوف عم عابدين البواب لما فلوس الصيانه ولا ماشي على طول. الاستاذ سيد عامل ايه؟ والدتك بخير؟ بخير والله الحمد لله كله تمام. بقول لك يا نساء، ايه كنت عايز اكلم الاستاذ عبد الرحمن. انا عارف ان هو بيرجع كل يوم الساعه 5، وانا بكره هبقى موجود في العماره من الصبح. يا ريت اول ما يرجع حضرتك تقول لي بس. خير؟ في حاجه؟ خير ان شاء الله، كل خير. طيب بعد اذنك. شوف يا نديم، العقد شريعه المتعاقدين زي ما انت عارف، والمسلمون عند شروطهم. المهم يا ابني ان هم لم يضعوا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً، لكن مفيش مشكلة من إن المالك والمستأجر يتفقوا مع بعض على تغيير قيمة الإيجار. وخلي بالك إن القيمة الإيجارية للعقارات دلوقتي أصبحت لا تساوي شيئاً. طبعاً يعني يا شيخ عبادة، لو رحت طالبتهم بتعديل قيمة الإيجار هبقى أنا كده على حق؟ أكيد يا ابني على حق، بس في نفس الوقت ما تقدرش تجبرهم، لازم بالتراضي يا ابني. انت مالكيش دعوه، تتدخليش في الموضوع ده، بعدين ممكن ما يجيش. دقيقتين وهتلاقيه بيخبط، ولو سمحت يا بابا بقى تسيب لي الموضوع ده. اهو بينه جه. استنوا انا اللي هفتح الباب، ادخلوا انتوا جوه. مساء الخير. مساء الخير يا ابني، اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. اتفضل يا ابني. اتفضل اقعد يا ابني. عرفت انك عايزني، خير؟ بصراحه كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع اتكلمت فيه مع كل سكان العماره. اه، موضوع ايه؟ الحقيقه ما عنديش فكره. هو يعني شقة حضرتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي بتتأجر في المنطقة هنا دلوقتي من 4 ل 5000 جنيه في الشهر، وانا باخد فيها 10 جنيه، وده طبعا ما يجيش نص تمن علبة سجاير مستورد. في الحقيقة انا شايف ان ده يعني مش عدل، خصوصا يعني حضرتك عارف ظروفي وظروف البلد. اسمع يا ابني، وفر على نفسك الكلام ده. اولا اوعى تكون فاكر تحت القبة شيخ او تغرك المظاهر. صحيح انا بلبس كويس انا واسرتي وعايشين كويس، بس مستورين، يعني الدخل اللي بيجي لنا يا دوب يكمل معانا الشهر بالعافيه. مش المفروض اقول لك الموضوع ده طبعا، بس في النهايه اللي بيني وبينك العقد. العقد يا استاذ عبد الرحمن، والله العظيم حفظت الجمله دي من قبل ما اجي هنا، بس انا كان نفسي يعني تديني فرصه اشرح لك ظروفي وتسمع العرض اللي انا. اسمع يا جدع، احنا مش عايزين نسمع عروض، احنا هنا مش شؤون الاجتماعيه. ايوه من فضلك ادخلي جوه. ثانية واحدة يا بابا. اسمع يا اخ، انت اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. خلاص يا ايه، خلاص. ثانية واحدة يا بابا، على فكرة انا محامية وعارفة موقفنا القانوني كويس جدا، والدولة ربطت العقود دي بدرجة القرابة الأولى، يعني آخرك أنا وبعد كده بشبع بالشقة، وإحنا كمان بندفع الصيانة، عايز إيه تاني؟ خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ ايوه، ومش ناوي اسمع حاجه تاني، ولو سمحت بره دلوقتي. بعد اذنك يا استاذ عبد الرحمن، ال10 جنيه بتاعت الايجار.
أنا آسف يعني إن أنا أزعجتكم، بس والله كان كل أملي بس إن أنتوا تسمعوني، تسمعوا العرض اللي أنا جاي أقدمه. تفضل يا ابني، أنا مجهز لك الإيجار 10 جنيه. وريت يا ابني مفيش داعي ندخل في المشاكل مع بعض. أرجوك دلوقتي تفضل، مع السلامة. استفدت انت ايه بقى؟ هم متنكوا عليك وكل واحد عمل فيها عبد الحميد لهبه. ابني شغل ولاد الناس بتاعك ده حرق بنزين على الفاضي. العالم ما بتجيش غير بالعين الحمراء. انت كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ارميهم من الشباك ولا اقتلهم؟ لا يا حنين، خليك كده، انت قاعد بتعض في البلاط وهم هايصين في ملكك بملاليم. موزة بقول لك ايه؟ انا جاي لك عشان تصبرني مش عشان تقطمني. يا اختي كميلة، جاي لي عشان اصبرك؟ لا يا عم نديم، انا ماليش في كلام النواعم والحنيه والصعبانيات ده، انا بجيب لك من الاخر. طب هو يعني مفيش حل تاني؟ في، طب دلني عليه. اهلا سعيد باشا. ازيك يا يوسف؟ اتفضل يا ريس. كبير موجود؟ مستني. موجود، اتفضل. خش يا مؤدب. اتفضل. تفول يا كبير. موزه حبيب قلبي، 3 ايام عشان نشوفك. معلش كان عندي مصلحه في الخير كده. طول عمرك سباق في الخير يا كبير. اتفضل اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخويا نديم. اهلا وسهلا. معلم كعبول ارجل واجدع وادخن ذكر فيك يا مصر. حبيبي يا غالي. ايه ده، انت ما قلتليش ان احنا جينا على هنا؟ ده بيتكلم عنك كتير قوي. اه ما هو ما بيبطلش كلام. انا قلت اعملها لك سبرايز عشان ما تتوترش يعني. المهم عشان ما نضيعش وقت كبير، نديم عنده عماره في مصر الجديده كنت مكلمك عنها، عايزين نبني له 2 3 4 من غير ما الحي يقرفنا. السكه ايه؟ لا السكه خضرا وزي الفل، اعتبرهم اتبنوا. المهم انت نويت؟ والله يعني انا موزة اخدني كده من الدار للنار، بس يعني لو الحكايه فيها مصلحه تمام شغال. طب عدم المؤاخذه يعني بالنسبه لاساسات العماره ايه؟ يعني متهيألي كده ان هي تطلع دور واحد بس. لا دور واحد ما يعملش حاجه ولا يقضي المصلحه. بص من الاخر، معاك فكه؟ اه فكه كام؟ لا يا كبير معوش، فكه يعني كاش. فلوس؟ يا ريت والله. طب خلاص، انا ابني لك 3 4 ادوار كده، نقول الدور بالميت يعمل له 3 مليون، انت هتاخد 1 ولا 2. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي، يعني يخش لك بتاع 4 5 مليون. يا سلام السهوله دي. بص يا موزه، عشان انت بتزعل لما باقينك، انت كان لازم ترسل الاستاذ هو جاي عند مين. كعبول لما بيقول كلمه بيبقى قدها، ودلوقتي كده خد الاستاذ كده من ايده، ولما يعرف راسه من رجله ويشوف فين مصلحته يبقى هاته تاني. ودلوقتي عايزين نشوف مصالح الناس. ماشي يا كبير، مفهوم بالاذن. يلا 1 2 3 4 5. 500 جنيه هم اخر حلاوه. والله ما كان يجيب اكتر من 400، بس اتكيت على الواد برضه. هتقعدوا كده من غير لا دش ولا تلفزيون؟ مش احسن ما نقعد من غير اكل؟ كمان مش دي مشورتك؟ وانا اي حاجه اقول لك عليها تعملها؟ اعمل لك ايه؟ ما انا بدور لك على اي حلول تليق على واحد فقري زيك. انا لو مكانك كان زماني بقيت مليونير ومن زمان. صحيح يدي الحلقه للي بلا. فكرت في كلام كعبول؟ لا لسه ما فتحتش ابواب في الموضوع ده. بتفكر فيها يا بني ادم؟ دول 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه؟ انت مش قلت لي من 4 ل 5 مليون؟ اه ده قبل الضريبه. 4 5 مليون انا النص وانت النص. انت النص بتاع ايه يعني؟ عماره ايه؟ اه كده وقعنا في الخطيه. براعة من نديم، مش انا اللي مرسيك على التيتا دي؟ مش انا اللي معرفك بكعبول؟ ايوه بس مش النص بالنص. خد لك 100 150 الف كده وخلاص.
طيب انسى الموضوع ده خالص، ولا كأنك قابلت حد ولا كأني كلمت. خلاص؟ سلام. ما الدنيا زي الفل اهو يا استاذ نديم. امال انت بس عامل مشكله ليه؟ على فكره لو الرخصه بتاعتكم في الحي بس كانت منتهيه، احنا بقى هنجددها لك ونطلعها لك باربع ادوار زياده. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، الاساسات بتاعه العماره بتاعتكم متينه وتشيل بدل الاربعه خمسه، بس انا قلت نمشيها اربعه بس وبارك الله فيما رزق. المهم بس تبقى قانوني، ما يبقاش في حاجه. احنا ماشيين ابو القانوني. كل الحكايه يعني ان في ناس عايزين نسد بقهم كده بحسبه 300,000 جنيه، ودول طبعا هيتشالوا من نصيبك مش من نصيبي طبعا، بعد ما نعلي ونبيع باذن المولى. مبروك يا ابو نديم، والله وعدينا. تبني ايه وتعلي ايه يا اخ انت؟ هو انت فاكرنا ايه؟ جهله ولا مختومين على قفان؟ اوعى تفكر ان انت ممكن تحط طوبه واحده بس على سطح العماره دي، والا قسما عظما احبسك انت واللي يتشدد لك. يا استاذ ايه لو سمحت اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده شويه. انا مش جاي اشحت منكم. انا جاي ابلغك ان انا هبني واعلي. كمان انا مش فاهم يعني. ولا عايزه ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ احمد ربنا ان بابا مش موجود، والا كان رماك من الشباك ده. رحمه ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ انت باين عليك مش فاهم، اساسات العماره دي ما تستحملش، انت عارف هي مبنيه من امتى؟ مش مظبوط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده. الرخصه مظبوطه والاساسات تستحمل، وكمان انا موقفي قانوني. حلو قوي، تعالى للقانون يا بتاع القانون، وانا اراهنك ان الرخصه اللي معاك دي مضروبه، وانا هطلب استشاري من مكتب انشائي يشوف هيكل العماره دي اساساتها تستحمل التعليه ولا لا، واراهنك ان هو هيطلع لا، وساعتها بقى احبسك واديك 60,000 داهيه، وريني بقى هتعلي ازاي. دي مش بني ادم، ده قطر ولابس ست. هتتك اخصع رجاله. انت رايح تقول لها ليه؟ ما تتنايل تبني وانت ساكت. متنايل انت راخر ابني وانا ساكت؟ انت محسسني يعني الاربع ادوار دول هيطلعوا في ساعه والناس نايمه، وكمان انا مش عرفني ان هي هتعترض قوي كده. خلاص مش مشكله، احنا نبني ونبيع وهي ترفع قضيه براحتها بقى. حلني. عموما انا قبل ما اروح لهم عديت على المهندس هشام، اديته الرسومات برضو عشان اتاكد موقفنا سليم ولا ايه. انت يا ابني مجنون؟ اذا كان الحي بيقول لك ابني وانت لسه عايز تتاكد وتطمن في اعمل نديم؟ الحكومه بتقول لك ابني. يا اخي انا خايف يطلع في حاجه غلط، خلصانه برشاوي الحاجات دي يعني. يا ده انت عيل فقري مفيش فايده. معلش انا كده هبقى مطمن اكتر. اطمن يا اخويا اطمن، اما نشوف اخرتها. شوف يا استاذ نديم، انا سهرت على رسومات طول الليل، وبحسب اللي انا شفته وحسبته من اساسات للعماره دي، اعتقد انك لو بنيت دور واحد هيبقى وضعها خطر جدا. انت متاكد يا باشمهندس؟ طبعا متاكد، الرسومات والبيانات اللي قدامي بتقول وبتاكد كده. يعني مش هبني. امال ازاي الحي وافق انه يطلع لنا رخصه؟ الراجل اكد لي الكلام ده. لا دي بقى قصه تانية. للاسف لسه في نصد منها ميت، ده بيضحك عليك عشان تبني وتبيع ويقبض وفي الاخر انت اللي تلبس في حياته. انا بشكرك يا باشمهندس. على ايه؟ احنا جيران وعشره، كان نفسي اقول لك اخبار كويسه. لا يهمك، يظهر انه مفيش فايده. على فكره انا محاميه واعرف القانون كويس قوي. اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. تبني ايه وتعلي ايه يا اخ انت؟ هو انت فاكرنا ايه؟ جهله ولا مختومين على قفانا؟ اوعى تفكر ان انت ممكن تحط طوبه واحده بس على سطح العماره دي، والا قسما عظما احبسك انت واللي يتشدد لك. عايز ايه تاني؟ فرجها يا رب من عندك بقى. انا مش فاهم يعني، ولا عايزه ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. يا استاذ ايه لو سمحت اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده شويه. خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ انا اسف يعني ان انا ازعجتكم.
بس والله كان كل املي بس ان انتوا تسمعوني، تسمعوا العرض اللي انا جاي اقدمه. صباح الخير. صباح النور. خير يا نديم؟ خير. انا بس جاي اقول لحضرتك ان انا خلاص مش هبقى. راتبني، انا ما عنديش اي مشكله. لا، ما انا فكرت في كلام حضرتك لقيته ان هو مظبوط، وكمان في حد نصب عليا وعمل لي الرخصه مزوره طبعا عشان ياخد شويه فلوس، بس الحمد لله انا عرفت الصح، عشان كده جيت اقول لحضرتك ان انا خلاص مش هبقى. شوف يا نديم، انا مقدره موقفك كويس قوي، وعارفه ان انت واهلك محتاجين فلوس، بس ده برضو ما يبقاش على حساب الناس تاني. اه طبعا مظبوط الكلام، بس انا عمري ما فكرت ان انا اذي اي حد. انا بني ادم برضو، انا سايه. انا كنت متاكده من كده. ربنا يفرجها عليك يا نديم، وظروفك تتحسن ان شاء الله. عن اذنك اتفضلي. الشاب بيبقى حلو قوي لما بيضحك. لو كانت ظروفك غير كده، وحياة أمي ما كنت فوتتك. احنا فين يعني؟ طعمية. طعمية ده إيه يعني؟ أمان؟ أمان. مفيش عربية في مصر تروح في أي حتة أو تشقلب إلا ما تروح. إن شاء الله يجيب لنا التاكسي بإذن الله. خلي بالك بس، اصل الحكومه مفتحه عينها اليومين دول. عايز تشتغل في التقطيع ماله وماله، مفيش مشكله. بس اصل كبير. اقعد يا دي. طب سلام بقى يا ابو صلاح. سلام يا شبح. تسلم لي، تسلم لي يا غالي. هكلمك انا تاني يا شبح. سلام. تسلم. سلام. ازيك يا كبير؟ ازيك يا سعيد؟ ايه الاخبار؟ اخويا نديم بتاع حوار التاكسي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ نديم؟ منور. كيف اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يعزك. بص يا استاذ نديم، انا سالت لك في كل الاوكار اللي ممكن العربيه بتاعتك تكون راحت فيها. طنطا، دمنهور، الصعيد، بس يا خساره العربيه ملهاش اي اثر. العربيه دي اكيد راحت ليبيا ولا السودان. هذا قدر الله بقى فداك. خد خد. لا تسلم، ماليش فيه. وده جدع عفر كيف مناوله يا جدع. لا تسلم، ماليش فيه. عموما كتر خيرك، انا كنت عارف اني مش هلاقيها. هي كده لما بتقفل بتقفل يا جدع. ما تقولش الكلام ده، استغفر ربك، يا ربك رحيم بصير. ولا ايه يا موزه؟ سمع الله ولمن حمده. بالك من اسبوع كده العيال استلقطوا عربيه لادا وجابوها. انا ببص في العربيه لقيت صوره طفله سبحان من خلق. قلبي اتفتح لها، بصيت الصوره كده بقيت عايز هاشتك الصوره يا سعيد. اقسم وحياة من خلق هذا الوش السمح، العربية دي لازم ترجع لأهلها. ورجعتها. لا إله إلا الله. خدت اللي فيه القسمة يعني، عشان بس ما حدش يقول إن الرحمة خلصت. لا طبعا الرحمة موجودة. خلي بالك، اوعى تقول إن كل الحرامية دلوقتي ما عندهمش ضمير. منها لله السيمة. إيه اللي باظت السمعة؟ بص يا أستاذ طعمية، أنا آسف يعني، هو ده مش اسمك صح؟ آه طبعا آسف. على إيه؟ ده اسمي وافتخر بيه. أشرف طعمية، أشهر من نار على العالم. عموما ما تقلقش، التاكسي بتاعك ده أنا خدت رقمه، ولو قب على وش الأسفلت في أي وقت هجيب لك خبره. طب بقول لك يا كبيرنا، كنت عايزك في لقطة كده. دلوقتي أخويا نديم عنده عمارة في مصر الجديدة 8 أدوار، بس نظام قانون قديم. يا جدع، ده أنت مليونير بقى. قول له. تعب دماغك ودوش قلبك على تاكسي بملالين. ده انت صاحب ملايين يا جدع. ملايين ايه بس؟ ما اقدرش اتصرف فيها، كلها ايجار قديم. فاهم، فاهم اللي انت عايز تقوله يا استاذ نديم من غير ما تقول. بس كل مشكله ليها 100 حل. خلي بالك،
والعبد لله بقى خلص مشاكل ست سبع عماير زي مشكلتك دي. ما انا بقول له والله. بص يا اخ طعميه. اخي قاعدين في جامع. قول لي يا كوتش. كوتش خش. يا كوتش طعميه، انا مش عايز حاجه من العماره. انا راجل مش بتاع مشاكل وما بحبش الاذى لحد. لا اله الا الله. جرايه يا موزه، وانت فاهم صاحبك ان انت جايبه عند مين؟ عند ابو لهب. حلو ابو لهب. حد جاب سيره الاذيه يا حاج؟ انت يعني هتقعد مع سكان العماره وهتقنعهم وتاخدهم كده وتمشي على طول؟ والله انا ليا اسلوبي ومنهجي بالصلاه على النبي. انت ليك ايه؟ ليك انك تاخد عمارتك خالصه وفاضيه من غير ما حد يدوس لك على طرف. المهم حقك يرجع لك. انا بقى اخد عرقي. غلطان انا؟ عداك العيب وازف. تمام زي الفل، بس انا كده مرتاح اكتر، وموضوع العربيه ده خلاص انا مش عايزها. يلا بينا بقى علشان انا عندي حاجات. يلا. طب بس مستعجلين على ايه؟ استنوا تاخدوا واجبكم طيب ولا حاجه. معلش يا كبير، خليها وقت تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ الأستاذ عبد الرحمن موجود؟ موجود، أقول له مين؟ قولي له راضي، راضي صاحب البيت. صاحب البيت؟ أنهي بيت؟ البيت ده، إيه؟ هو البيت ده ملوش أصحاب ولا إيه؟ لا ليه؟ بس أنا عارفهم كويس. لا، يظهر حضرتك ما تعرفهمش كلهم. أنا قريب الحاج سيد المنصوري. اسمي راضي علي المنصوري. في ايه؟ مين حضرتك؟ بقول لك يا مدام، من الاخر كده ومن غير كلام كتير، الشقه دي بالعربي لازمان، ومتهيألي انت ست مالكيش في المشاكل، فاحنا من الاخر هنديكي شيك ب 150 الف جنيه مؤجل الدفع، هتستلميه بعد شهر بعد لما تسلمينا الشقه دي. ومتهيألي يبقى انا كده عداني العيب وازح، وانت لا بتاعت اقسام ولا تحبي تدخلي نفسك في مشاكل. امين امين. من الاخر كده عشان ما نطولش عليكم على الانسه، لو السيد وابنه ما يعرفوش يجيبوا حقهم، احنا بقى نعرف نجيبه ونجيبه في لمح البصر. من الاخر احنا بتوع مشاكل وبياعين، الشقه دي لازم تفضى في خلال 10 ايام من دلوقتي، ولو ده ما حصلش محدش فيكم يلوم الا نفسه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي تهدد بيتي؟ انا ما اسمحش لحد يهددني. اسمع يا اخ، انت احنا ما بنتهددش، انت مش عارف انت بتتكلم مع مين. لا عارف، عارف كويس قوي يا ميت، بس خلي بالك انا مش بتاع تهديد، انا بتاع تنفيذ وبس. احنا صعاده وما بنسميش على حد. اعلى مفخلك اركبه، وانا دلوقتي حالا هنزل اعمل لك محضر عدم تعرض، وريني بقى ساعتها هتعمل ايه. حلو قوي، بس ساعتها الرد هيكون صعب ومش هتستحمليه. انت فاكراني جاي اهرج؟ مش واخده بالك ان انا بتكلم في ملايين؟ يعني تضيع فيها رقاب؟ استهدي كده بالله كويس واسمعيني. انت اللي تسمع يا راجل انت. لحظه، اهدي اهدي بس يا ايه. شوف يا راجل، انت عايز ايه بالظبط؟ الشقه دي كده كده هتسيبوها، يبقى تسيبيها بكيفك احسن ما تسيبيها غصب عنك. وعلى راي المثل، إن جالك الغصب خده بالرضا. إحنا ناس ما بنحبش نأذي حد، بس أنتوا كمان قدروا ظروفنا. يوم ما تفضوا الشقة وتمضي عقد التنازل، 150 ألف جنيه على الترابيزة. صدقيني كده أحسن لك. خافي على جمالك، خافي على السيد الوالد والست الوالدة. أنا هديكي مهلة 4 ساعات تفكري فيهم براحتك، ولو الداخليه اتدخلت في وسطينا يبقى محدش يلومني عليا وعلى اعدائي. فكري كده براحتك وقولي لي هتهودينا وتقبضي
ولا تعادينا وتندم. انت نديم السيد المنصوري؟ ايوه. عايزينك في الاسم شويه. هو انا مقبوض عليا ولا حاجه؟ لا، استدعاء بس، هناخد منك كلمتين وتمشي على طول. طبعا تعرف الاستاذة. اه طبعا، انسة آية عبد الرحمن. انت بعت للانسه ايه وسكان العماره ناس عشان يهددوهم لو ما اخلوش الشقه وتنازلوا عنها، مظبوط الكلام ده؟ ما حصلش. حصلش؟ مين راضي المنصوري تعرفه؟ اه ده عمي، بس ما اعرفش حاجه عنه من زمان، ما اعرفش اصلا اذا كان موجود في مصر ولا لا. انت مصر انك ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده وما بعتش حد؟ اه طبعا يا فندم، بعد اذنك، انا والدي تعبان جدا في مستشفى دكتور جلال وصفي، ولازم اروح له دلوقتي اديله فلوس، ولو في اي اجراء هيمنعني من ده يا ريت حضرتك تقولي عشان اقدر اتصرف. سبحان الله، اللهم لا شماته. شفت انت خايف على والدك ازاي؟ تخيل بقى انت راعب كام عيله، بس ربنا المنتقم. انا قلت لك ان انا ما اعرفش اي حاجه عن التهديدات دي. اسمع يا استاذ نديم، انت هتوقع على تعهد بعدم التعرض لكل سكان العماره، وهتمضي قدام الاستاذ عشان تمشي، مش عايزين نطول عليها اكتر من كده. وانا بعد ما اوقع مش همشي؟ لا، انت قاعد معانا شويه. يا فندم بقول لحضرتك والدي تعبان جدا وحالته خطيره، لازم اروح اديله فلوس. طيب وقع على التعاقد الاول وبعدين نبقى نشوف ده بعدين. مساء الخير. سلام. دول 2000 جنيه تحت حساب الاستاذ سيد المنصوري. اتفضل يا سيد. متشكرة. عفو. هنكسرها لك وانت جواها، وهنولع لك فيها كمان. شفتي؟ انا حذرتك يا استاذ نديم. انت دخولك هنا معنى انك متوسع ليك، انت كان المفروض تمدع التعاقد وتروح. لا، ما هو الظابط قال لي بيشوف اذا كان عليا حاجه ولا لا. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا يا كرم؟ انت مش كنت قلت لي ان ربنا هداك خلاص؟ منه بالله بقى اللي مسكني من رقبته بيبان وقت الجد. وده مين ده؟ صاحبك وحبيبك موزه سعيد. راجل سعيد خلاص بطل شقاوة. ده تعب قوي يا استاذ نديم، وبصراحه كده صعبان عليا. سعيد موزه ده عفرت الحته كلها، وهو اللي مدورها كمان. هقول لك على حاجه بقى، بس ما تسالنيش على تفاصيل كتير. قول يا كرم. التاكسي بتاعك اللي اتقلب منك. ماله؟ الليله دي كلها في عب سعيد موزه، والعربيه بتاعتك هتلاقيها عند اشرف طعميه.
انت بتقول ايه؟ سعيد ده صاحبي وعشره عمري، استحاله سعيد يعمل كده. مش بقول لك انت طيب؟ طيب وغلبان كمان. صحوبيه ايه وعشره اللي بتتكلم عنها يا استاذ نديم؟ انا باثر عليك السكه واجيب لك اخر المشوار، وليك انك تصدقني وليك انك تعتبر كل الكلام ده فتش، بس في الاخر هترجع وتقول يا ريت سمعت كلام كار. الواد محبوس وابوه بيموت في المستشفى، انا بقول نهدي اللعب شويه. بالعكس يا غبي، ده انا نفذت في العربيه بتاعه المحاميه مخصوص عشان الواد في القسم وابوه في المستشفى. هما كده ما عملوهاش، انا كده ببرئهم. ايوه بس ده برضه هيفتح عيون الحكومه علينا، هتقعد تدور بقى مين اللي عمل كده واحنا مش ناقصين. من امتى يعني كنت بتقلق وانا بتصرف في الامور؟ وبعدين طول ما انت معايا ما تقلقش. اللي بيحب ياكل الحلاوه ما يخافش من لسعه نارها يا موزه. وبعدين احنا بنرغف ملايين يا زميل. مساء الفل يا كوتش. مساء الفل يا عباس. في ايه؟ انا اتكلمت مع الناس والناس مسلمه، واتفقت مع عبد المحاميه على 175,000 زي ما قلت لي. كل الفل. بس بقى لسه باقي الطابور. متقلقش كله هيجي، اضرب المربوط يخاف السايب. صح يا كوتش، انا بقى كده عملت البليكه صح، بس بتهيألي ادوب انا اليومين دول شويه لحد ما الامور تهدى، وعادي ممكن اكمل بالتليفون. صح انت صح، اغطس انت في الفيوم كده يومين لغايه ما تهدى، وما تقلقش لما تخلص هحلي لك بقك. اوكي يا كوتش. والشباب عندي هيقوموا بالواجب. سلام انت بقى. سلام يا كوتش. تقلقش. نديم سيد المنصوري. فندم. تعال. استاذ نديم، انت لا شفتني ولا شفتك امين. تلاش يا كرم، تلاش بسرعه شويه. واقف كده ليه يا نديم؟ ما تركب. يعني بعد ما حبستيني نازلة من بيتكم الساعة 4 الفجر عشان تطلعيني؟ طب ازاي الكلام ده؟ ده موضوع يطول شرحه. أولا أنا عايز أطمنك على والدك. أنا رحت المستشفى ودفعت له فلوس واطمنت على حالته، الحمد لله هو كويس. ليه عملتي كده؟ ده تصرف طبيعي لأي إنسان عنده ضمير. أنا بجد مش عارف أشكرك إزاي، وده نم في رقبتي عمري ما هنساه. لو أنت فعلا صادق في كلامك يبقى أنت لازم تبقى صريح معايا، وأنا واثقة ومتأكدة إن أنت إنسان طيب ومحترم. جايز تكون اتورطت في أي حاجة، بس أنت لسه قدامك الفرصة إن أنت تصلح الغلط. أنت عارف العربية دي مش عربيتي، أنا سرقتها من بابا وهو نايم. أنت عارف أنا راكبة العربية دي ليه؟ بصراحة لا. هحكي لك على كل حاجة. مين؟ افتح سعيد، انا نديم. نديم؟ ايه ده، انت خرجت؟ تعالى.
ايه مالك يا ابني؟ ما تقعد. احنا نعرف بعض من قد ايه يا سعيد. انت مالك في ايه؟ انت خارج من الكلابوش وجالي 5 الصبح عشان تسالني السؤال ده ولا ايه؟ انت زعلان من حاجه يا ابو نديم ولا ايه؟ اكيد عشان موضوع الفلوس. سامحني يا زميل، والله العظيم حاولت الم لك الفلوس ما عرفتش. وبعدين انا اتلهيت في موضوع ان الحكومه خدتك. جاوب على سؤالي، نعرف بعض من قد ايه؟ اكلنا عيش وملح مع بعض كام مره؟ شلتك من بلاوي كوارث قد ايه؟ ايه يا عم الهري اللي انت عملته تقوله ده؟ قلت لك ما عرفش الم المبلغ فيه ايه؟ ليه ما عرفتش تبيع التاكسي ولا ما لقيتش مشتري؟ انت اتجننت يالا ولا في ايه؟ انت مبشر؟ إذا كنت يا سيادة الرئيس أحد الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم، إلا أن موكلي أحد المضارين من ذات القانون، ولا أرى نفسي أنا وموكلي إلا في مربع واحد، هو مربع الظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية التي طالب بها الشعب المصري في ثوراته المتتالية، وكل ما نريده في هذه القضية التي اختصمنا فيها جهات الدولة المعنية هي سرعة إنهاء هذه المشكلة بحلول تضمن تحقيق العدالة للجميع، وليس تحقيقها لفئة دون أخرى، ولا التضحية بالأقلية من أجل راحة الأغلبية. سيادة الرئيس، ملف الإيجار القديم هو ملف قديم أيضاً، تعاقبت عليه الأنظمة والحكومات دون أن تقدم حلاً قاطعاً يرضي الله الذي أمر بالعدل. وأنتم يا منصة العدل، نرجو منكم أن تقفوا بجانب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وإلزام الدولة بهذا الوطن بسرعة اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق كل مواطن مصري وكل معني بالقضية. وشكرا. كنت هايلة آية. شكرا يا نادين، بس أنا عندي ليك خبر، هو وحش قوي وفي نفس الوقت خير. الحاجة فتحية توفت النهاردة الصبح. لا إله إلا الله، الله يرحمها، أنا الست طيبة قوي. هي مريضة بقالها فترة، تقدر بقى تستلم الشقة بتاعتها، تباعها، تأجرها، أهو تعمل قرشين كويسين. تصدق إيه؟ إن أنا مبقاش فارق معايا العمارة خالص. كفاية اللي أنت عملتيه مع والدي. موقف عمري ما هنساه. يعني إحنا بقينا أهل، وده بالنسبة لي أهم كتير جدا من الفلوس. الفلوس أهي تروح وتيجي. عندك حق يا نادين. يا ريت كل الناس زيك. اتفضلي. اتفضلوا يا جماعة. اتفضلوا. وبعد سنتين من القضية اللي أنا كنت رفعها على الدولة وخسرتها، المشكلة لسه قائمة. مش بس كده، ده موكلي بقى خصم بيطالبنا بإخلاء الشقة بحجة إن العمارة قايلة للسقوط، وأنا بطالب بلجنة هندسية لحسم المسألة. بعد إذنك يا فندم، ممكن أتكلم؟ أمال أنت جايب محامي ليه؟ ومع ذلك اتكلم، اتفضل. دلوقتي يا فندم العمارة دي مبنية سنة 54 وأساساتها متآكلة، وأنا معايا تقارير من مكاتب هندسية مختلفة تثبت صحة كلامي ده. اسمح لي يا سيادة الرئيس، أنا بطعن في التقارير دي. بعد إذنك يا ريس، أنا لسه مخلصتش كلامي، لو سمحت يا ريت الأستاذة ما تقاطعنيش. ما تقاطعوش يا أستاذة، كمل يا أستاذ نديم. يا ريس، الناس ما بقاش عندها مانع تعيش في عمارات قايلة للسقوط. العمارة مش قايلة للسقوط. لا يا فندم، العمارة قايلة للسقوط. اللي عايز أقوله يا فندم إن إحنا خلاص مع بعض ما بقيناش قادرين نوصل لحلول في قضية الإيجار القديم. حاولت، والله العظيم حاولت، بس فشل. مستنيين ايه بقى؟ لما ناكل بعض